ايه اسئلة تاني يا عبد الناصر؟ بن شرقي في الاهلي ولا لا؟ طيب بص، انا طول حياتي بحب احترم كل الناس واجتهادات كل الناس، ولكن اي حد قال لك بن شرقي في الاهلي كذاب، كذاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بص، انا بطلت اقول كلمة انفراد، وبطلت اقول انفردت ولا ما انفردتش، وبطلت يعني احط الموضوع ده في دماغي علشان خاطر لا ازعل من حد ولا حد يزعل مني، يعني لا ازعل من حد ولا حد يزعل مني. اشرف بن شرقي في قطر القطري ب 3 مليون دولار وقبض الفلوس ومضى العقد، واخد بال حضرتك؟ ولا انفردت بانفرادين، معلش رغم اني مش عايز اقول انفرد، لكن انفردت غصب عن عين اي حد، انفردت وده حقي. قلت يا جماعه في يناير اشرف بن شرقي مش في الزمالك، وبعد كده قلت اشرف بن شرقي في قطر، وبعد كده قلت قطر القطري ب 3 مليون دولار. كل الناس طلعت ورايا وقالت الكلام ده، ولكن زي ما قلت لكم احنا في بلد في مجالنا الناس بتسرق مجهود الناس علنا. واستضفت الاستاذ عصام بحيري من قطر، المنسق العام لمجموعه قنوات الكاس، وهو صديق للمسؤولين في نادي قطر القطري، والراجل اعلن ان اشرف بن شرقي حاليا في تواصل مع الاداره علشان من المفترض ان يروح اسبانيا لكي ينضم لفتره الاعداد. ولكن هناك تفاهمات انه ممكن يقعد شويه في الزمالك، بس اخره 25/7، لان القيد هيقفل 31/7 في قطر، وما ينفعش بعد 31 يتأيد. فقلت اشرب بن شرقي في قطر القطري، تمام؟ هتيجي تقول لي الاهلي، قلت لك اقول لك كلام محدش هيقوله لك في مصر. الكابتن محمود الخطيب رافض، اقول لك حاجه تانية، في مسؤولين في الدوله حذروا الاهلي من التعاقد مع اشرف بن شرقي. فرد الاهلي قال ولا احنا عايزين اشرف بن شرقي ولا اشرب بن شرقي في حساباتنا. انا ما يعني بقول لك كلام مش كنت عايز اقوله. امير توفيق لما عرض على الكابتن محمود الخطيب من شهور اشرب بن شرقي وقال له في وسطاء يا كابتن محمود، واحنا قلنا ان لن نعلي مليم واحد عن المليون و600، قال له ولو ببلاش. الكابتن محمود الخطيب قال له لو ببلاش مثل هذه الصفقات تعمل احتقان وتعمل مشاكل وتعمل فتنة ما بين الجماهير، ما يلزمناش. وانا بقول لك بكل جرأة اهو، لا الخطيب عايز اشرب بن شرقي ولا بعض المسؤولين الكبار هيسمحوا بمثل هكذا صفقات تانية على غرار كهربا، واخد بالك؟ على الرغم ان الاهلي ملوش اي علاقه بموضوع كهربا، بس هم حاسبينها كده. قاعدين بكلمك بمنتهى الجراءه، واي حد بيقول لك اشرف بن شرقي في الاهلي بيهبد ومش فاهم حاجه. ده هو جات له معلومه ان شيكابالا وفيريرا نجح انهم يقنعوا اشرف بن شرقي انه يقعد، فكان في كلام ان اشرف بن شرقي يقعد بعد يوم 30 ماتشين. وبعد كده مرتضى منصور وامير طلبوا من فيريرا ومن شيكابالا وقالوا للولد عشان الجماهير، وهو محترم اشرف بن شرقي وبيحب جمهور الزمالك فعايز يطلع من الباب الكبير، فكلم الناس في قطر القطري يا جماعه الخير انا محتاج راحه مش اعداد، فاسمحوا لي ان انا ما اروحش معسكر اسبانيا، اسمحوا لي، شوف انا بكلمك بدقه، اسمحوا لي ان انا ما اروحش معسكر اسبانيا
واني انا اكمل مع الزمالك لغاية نهائي كاس مصر. الناس يعني برضي يعني يمينا او يسارا، في النهاية الموضوع تم بالشكل اللي عايزه اشرف بن شرقي، ان هو يجي ينضم مع الفرقة مباشرة. حتى بيضحك المسؤول القطري، قال له، بيقول لاحد اصدقائنا، بيقول له ده اشرف بن شرقي بيقول لنا ده انا محتاج راحه مش محتاج فتره اعداد، محتاج راحه مش محتاج فتره اعداد. واحد اسمه الاستاذ طارق بيقول لي لو حصل كده يبقى الخطيب يمشي احسن. يا عم طارق، يا عم طارق، انتوا زعلتوا من امبارح من ردودي، خليك في حالك، خليك في حالك، عشان التيار اشد منك، ومش هي مش مشجعين. الخطيب راجل كبير وراجل مسؤول، مش مشجع. لما في دولة تقول له عايزين نوقف موضوع صراعات الانتقالات، لا، من حق الدولة انها تتكلم الكلام ده. فاهدى يا عم طارق، اهدى. ولا الاهلي اصلا محتاج اشرف بن شرقي، اهدى شوية. مش وعيب تقول الخطيب يسيب مكانه، ولا اقبل منك انك انت تقول الكلمة دي ايا كان ميولك ايه. حضرتك في حاجة، لما اقعد على كرسي وانا رئيس نادي عندي امور بتربطها السياسة، وامور بيربطها المجتمع، وامور بيربطها المسؤولية. مش مشجع الخطيب حضرتك. لما يسيب كرسي يتحول من رئيس النادي المسؤول الى مدرجات المشجعين في النادي الاهلي، فعيب عليك تقول الخطيب يمشي. ولا اقبل منك هذه الكلمة ايا كان ميولك ايه، عيب عليك. واتكلم على قدك، لان اللي بيتكلموا مع الخطيب دول حضرتك يعني ما تعرفش مين يعني، وبيكلموا بتقدير مش عافية، مش اوامر ولا عافية، بس عشان الناس تفهم صح يعني. ما تقلوش يا خطيب، لا، طب انت فاهم غلط. لا، راجل في منصب سياسي، رئيس النادي الاهلي ده تلات ارباع مصر. الحالة المزاجية للشعب المصري تلات ارباع اهلي، وانا بقول لك على بيانات ومعلومات مش كلام اوانطة. فلازم طبعا الدولة تتكلم معاه. فحضرتك لما تيجي تتكلم اتكلم عن الكابتن محمود بشكل ما يكونش بالشكل ده، عيب يعني. هي مجرد بس عتاب ليك يا استاذ طارق يعني. فالمهم الراجل القطري قاعد يضحك، بتاع نادي قطر القطري، بيقول ده اشرف بن كريم بيقول انا محتاج راحه مش محتاج فتره اعداد، ترى لي 4 سنين ما ريحتش. ففي تفاهمات حصلت يا جماعه، وأشرف بن شرقي بنسبة كبيرة جدا سيكون في الزمالك حتى نهائي كأس مصر. برضي زي ما أنا كنت أول واحد قلت لكم هناك 2 أوبشن. خلاص، أشرف بن شرقي في قطر القطري ده انفرادي، وفي 2 أوبشن، لإما هيطلع على أسبانيا يوم 2/7، لإما هيوصل لاتفاق يقعد مع الزمالك أطول فترة ممكنة، ونفسهم في الزمالك يقعدوا نهائي كاس مصر. وقلت الـ2 اوبشن دول من قبل مباراه سيراميكا كليوباترا، وقلت يوم ماتش سيراميكا هنعرف اشرف قاعد ولا ماشي. طلع قال انا لسه قاعد شويه، والنهارده الزمالك اعلن صحه كلامي لما قال يا جماعه اشرف بن شرقي معانا لنهائي الكاس. أشرف بن شرقي معانا لنهائي الكاس. فالحمد لله أنا في موضوع الانتقالات دقيق جدا عشان المصداقية معاكم، وأنا عايز واحد بيتابعني يقول لي في يوم من الأيام قلت لكم على حاجة وطلعت غلط. ليه؟ لأني أنا من المدرسة اللي ما بتتكلمش في الصفقات. أنا ما بتكلمش في صفقات أبدا، وبعتبرها لعبة أوانطة. يعني في ناس جابت كل لعيبة مصر للأهلي وكل لعيبة مصر للزمالك عشان يلم لايكات. أنا راجل بشتغل على اليوتيوب مؤقتا، لأن مكان الشاشة
وانا واثق في قدراتي بفضل الله، فانا بشتغل معاك مؤقتا. انا دي فترة انتقالية في حياتي، زي سامي قمصان مع الاهل كده، الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. لا محتاج اضحك عليك وكل يوم اعمل لك عنوان فلان. انا يا جماعة في ناس، بص انا قلت لك ايه، قلت لك هيخلصوا من ريكاردو سوارش، هيشتغلوا تعاقدات الاهلي، وهيقعد يجيب من الشرق ومن الغرب. ولذلك اللي متأكد منه بقول على مسؤوليتي، واللي مش متأكد بقول انباء. ونادرا لما بتكلم في صفقات، سواء انا او المراسلين بتوعي، لان انا مش من المدرسة دي خالص. فلما انا اجي اقول لك فلان في مكان، واجيب لك المصدر من قطر، واجيب لك المصدر من قطر يا صديقي العزيز، يقول لك يا محترم كل التفاصيل قبل الناس كلها، يبقى تعظيم سلام وشابوه، وبنعرف نجيب الخبر ازاي. فاشرف بن شرقي في قطر القطري ب 3 مليون دولار، وتم الاتفاق على ان يستمر في الزمالك حتى نهائي كأس مصر يوم 21/7 الجاري. ده بالنسبة لأشرف بن شرقي.